التقنيات والأنظمة كما نشوفوا الحاسوب. البرنامج اللي عندنا هو برنامج الروبوتيك، وبرنامج عالمي مدروس فيه سنة كاملة من الدراسة، يتعلموا تركيب الروبوتات وبرمجتها. هذا العام الأول يكون تركيب لروبو والبرمجة، العام الثاني راح يكون ذكاء اصطناعي. مشروعنا هو وسيلة المهملات الذكية تساعد الإنسان في الفتح والغلق الأوتوماتيكي، وهي تسهل عليه وضع القمامة في مكانها الصحيح.